بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم المد والجزر، الفصل الثاني من الوحدة الثانية، مادة علوم الأرض، الصف التاسع. قبل ما نحكي عن المد والجزر، كنا بنعرف إنه بغطي ثلث أرباع الكرة الأرضية تقريبا مسطحات مائية أو مياه، يعني بتشكلي تقريبا نسبة 71%. طب شو علاقة هذا بالمد والجزر؟ يلا نشوف. لما أحكي أنا كلمة مد، شو يعني مد؟ يعني تقدم مياه البحر، يعني ارتفاع مستوى مياه البحر باتجاه طبعا الشاطئ، فبتغمر لي جزء منه، بتغمر لي الصخور المكونة والرمال المكونة لهذا الشاطئ. عكسها تماما الجزر. شو يعني جزر؟ يعني انحسار، يعني تراجع لمستوى مياه البحر، فبتبتعد عن مستوى الشاطئ، فبتبين لي أو بتكشف لي جزء من هاي اليابس اللي غمرناها بالسابق، يعني ببين لي خط الشاطئ. طيب نطلع على الصورة اللي عندي موجودة هون، في عندي صورتين هون، بلاحظ الصورة انه صار عندي تقدم لمستوى مياه البحر فغمرت لي جزء، تمام، فبهاي الحالة بسميها مد. بينما بالصورة عندي هون صار عندي انحسار او تراجع لمستوى مياه البحر، فبلاحظ انه خط الشاطئ بين، فصار عندي تكشف للمنطقة او للشاطئ اللي كان مغمور بالسابق، فتراجعت مستوى مياه البحر فصار عندي جزر. طيب هلأ باليوم الواحد بصير عندي مدين وجزرين، كيف يعني؟ يعني كل 6 ساعات بصير عندي مد، بعديها جزر، بعديها مد، بعديها جزر. هلأ في اليوم 24 ساعة، أول 6 ساعات بصير عندي مد، بعديها كمان 6 ساعات جزر، كمان 6 ساعات مد، بعديها جزر، فبصير عندي مدين وجزرين خلال اليوم الواحد. طيب السؤال المهم اللي بطرح نفسه، شو السبب الرئيسي اللي بيخلي يصير عندي هاي الظاهرة؟ تمام؟ أول سبب وهو أهم سبب هو قوة جذب القمر. ثاني سبب هو قوة جذب الشمس. هلأ كنا بنعرف إنه القمر بيدور حوالين الأرض في مدار دائري أو شبه بيضوي أو إهليجي، فكنا بنعرف إنه القمر أقرب بكتير للأرض، أقرب ما تكون الأرض أقرب للشمس، فبالتالي رح يأثر بجاذبيته أكثر من تأثير قوة جذب الشمس، برغم إنه كتلته أو حجمه أصغر، فبصير عندي هاي قوة الجذب تتمحور أو تتشكل على شكل مد وجزر. طيب نطلع، هي عندنا كوكب الأرض، طبعا زي ما احنا شايفين معظم لون كوكب الأرض باللون الأزرق، يعني معظمه مسطحات مائية، وكنا بنعرف انه القمر بيدور حواليه، فبالتالي لما يدور القمر حواليه بصير لعملية جذب لهاي المياه. ليش؟ لانه المسافة بين القمر وبين الأرض كتير قريبة، او خلينا نحكي اقل بكتير من المسافة بين الأرض وبين الشمس، فعشان هيك بصير عندي قوة جذب القمر لهاي المياه أكبر بكتير من قوة جذب الشمس لمياه كوكب الأرض. طيب كيف بدها تصير؟ كنا بنعرف، حكينا إنه زي ما حكينا إنه لو بدي أقارن القمر والشمس، بلاحظ إنه القمر كتلته كتير صغيرة مقارنة بالشمس، ولكن بالسبب الرئيسي إنه القمر أقرب بكتير للأرض من الشمس، فهذا السبب الرئيسي اللي بخلي ظاهرة المد والجزر تصير عندي. نطلع كنا هاي كوكب الأرض، وهي عنا القمر، طلع كيف المسطحات او المياه او قوة الجذب بتصير لمياه المسطحات المائية بهذا الاتجاه لما يدور القمر بهون، فبصير عندي قوة جذب تنشأ بيناتهم لانه المسافة مالها قليلة. طيب هلأ في عنا مصطلحين مهمين، شو يعني اعلى مد وشو يعني ادنى مد. طبعا كلمة اعلى مد يعني لما يصير عندي غمر بكمية، او خلينا نحكي ارتفاع مستوى مياه البحر اعلى ما يمكن. طبعا امتى بيصير هذا الاشي؟ لما الشمس والقمر لما يكونوا على استقامة واحدة، هلأ بنشوفه بالصورة اللي بعدها، طبعا لازم يكون القمر بهاي الحالة يا محاق او بدر. اما بالنسبة لادنى مد، كلمة ادنى يعني لما يصير عندي مد ولكن ارتفاع مستوى مياه البحر بيخلينا نحكي بالحد الادنى او باقل بكتير من اعلى مد. طبعا امتى بصير؟ لما يصير عندي الاجرام السماوية الثلاثة كلها لما تشكل لي مثلث قائم الزاوية، يعني في طور التربيع الاول او التربيع الثاني. نطلع على الصورة. هلأ هون عندي اعلى مد، كيف يعني؟ هاي عندي كوكب الارض، وهي عندي القمر، وهي عندي الشمس، الثلاثة موجودين على نفس الاستقامة. فهلأ الأرض أو المياه زي ما احنا شايفينه هون، المياه الحوالين أو المسطحات المائية حوالين كوكب الأرض رح تأثر بقوتين، أول إشي جذب القمر زي ما حكينا إنه المسافة بين الأرض وبين القمر كتير صغيرة، وجذب برضو الشمس للأرض. طبعا التنتين بنفس الاتجاه، يعني القوتين بيأثروا على مياه الموجودة في كوكب الأرض بنفس الاتجاه، فعشان هيك بصير عملية سحب أو ارتفاع مستوى المياه أعلى ما يمكن، ساعتها بصير عندي إيش؟
أعلامك. طبعا القمر يا إما بيكون في حالة بدر أو بحالة المحق. أما نطلع على أدنامك، كلمة أدنامك زي ما حكينا إنه رح يصير ارتفاع لمستوى المياه، بس زي ما إحنا شايفين من زي هون طلع كيف إنه ارتفاع هون المستوى المياه أعلى ما يمكن بينما هو رح يكون أقل ما يمكن. صح رح يصير مد بس أقل ما يمكن. زي ما إحنا شايفين هاي القمر، هاي الأرض، هاي الشمس، كلهم بيعملوا لي مثلث قائم الزاوية أو متعامدين، فلأنه القمر بيأثر بقوة بهذا الاتجاه بينما الشمس بتأثر بهذا الاتجاه، طبعا قوتين متعاكستين أو متعامدتين، فرح يصير عندي مد ولكن أقل ما يمكن. هون بيكون القمر في حال تربيع الأول أو تربيع الثاني. برضو زي ما احنا شايفين هاي أعلامات، هاي الشمس، هاي القمر، هاي الأرض، كلهم على نفس الاستقامة. القمر هون محاق وهنا بدر ولكن كلهم على نفس الاستقامة، بينما هون بشكلوا لي مثلث قائم الزاوية سواء بهاي الحالة أو بهاي الحالة، تربيع أول أو تربيع تاني، فبصير عندي جذب لمياه البحر ولكن أقل ما يمكن، فعشان هيك بسميه أدنى مد. هون نطلع بعد الصور، بلاحظ هون عندي مد يعني تقدم، وفي عندي جزر تراجع بيلي. هون زي ما احنا شايفين صار عندي مد وهي خط الشاطئ، تقدم بعديها صار عندي انحسار وتراجع مستوى المياه، فبلاحظ انه المياه او خلينا نحكي الشاطئ صار له عملية تكشف. بهيك بنكون انهينا درسنا، ان شاء الله كنا استفدنا ويعطيكم العافية.